wabarakatuh. Mari kita tutup majelis ini dengan pembacaan talqin dan zikir yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tundukkan kepalanya semua dan resapkan ini kalimat di dalam hati, minta apa yang dihajatkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana huwa nabiyuna min qablik. La ilaha illallah. Masing-masing minta pada Allah subhanahu wa ta'ala di malam bulan Muharram, bulan yang mulia ini, Allah dengar hati kita yang berdoa pada malam hari ini. Hadzihi niyyah wa li kulli niyyatin shalih. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. آمين كن semua. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. Kurang aminnya minta pada Allah biar kencang. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. ربنا تقبل حاجاتنا. ربنا تقبل نياتنا. ربنا تقبل مقصودنا. إنك أنت السميع العليم. فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيات فيها سلام. آخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. قبول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين كتفيه على ما بين كتفيه على ما ختم الرسل الكرام. ختم الرسل الكرام. بين كتفيه على ما بين كتفيه على ما ختم الرسل الكرام. ختم الرسل الكرام. في المدينة قد حضرنا. في المدينة قد حضرنا مجمع القوم الكرام. مجمع القوم الكرام. بين كتفيه على ما بين كتفيه على ما ختم الرسل الكرام. ختم الرسل الكرام. مجتمعنا رب فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام. غاية حسن الختام. بين كتفيه على ما بين كتفيه على ما ختم الرسل الكرام. ختم الرسل الكرام.
سألنا وعطينا ما قد سألنا من عطايا الجزاء من عطايا الجزاء خاتم الرسل الكرام من الأرواح منا بلقاء